السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بدي أرسم أول هوم وورك للبرو. هسه أرجيكم إياه. هاي هاد، ما في دايمنشنز معينة مطلوبة، مكتوب استيميت، يعني نقدر نرسمها بكل سهولة الدايمنشن اللي بدنا إياها. فأول إشي بنسوي الوركينج دايركتوري. أحطها for tutorials. نسمي القطعة homework 1. نبلش. أول إشي راح أرسمه اللي هو الفرونت فيو لهاي، اللي هي حتكون تقريبا زي حرف C section C channel. فنختار extrude placement define front sketch. نرسم الرسم بشكل سريع. تمام، خلي الأبعاد مثلا خليها تكون بالسنتر أحسن إشي، لأنه لقدام إذا خليت كل إشي بالسنتر بيساعدك كثير. هاي خليها مثلا 200، خليها هاي 230، وهاي 200، هاي 30، وهاي كمان بتكون 30 عشان يكون بشكل منتظم. تمام هيك. طيب خلي هاي تكون 150 مثلا. اوكي، ونسوي extrude both ways. اذا انت خليت الجسم بالسنتر بالضبط بيساعدك كثير، حتى لو قدام لما تاخذوا assembly بيساعدكم. طيب هسه نسوي كمان extrude placement define، نسوي على السيرفس هذا ونسوي extrude لكله. هسه نسوي remove الماتيريال عشان نسوي هاي الدائرة والدائرة الداخلية. فإذا سوينا بلشنا من هذا السطح وكملنا للآخر، يعني نقدر نسوي كله بخطوة واحدة. هسه نسوي sketch references، لازم نحدد ريفرنس عشان نقدر، بيساعدنا كثير بالرسم، تبين لنا الأطراف بالضبط وكل شيء. طيب نرسم دائرة لتكون ماسك الطرف هذا، خلي هاي ترفع مثلا زي هيك عشان نشيل كل ماتيريال، يصير في عندنا شكل دائري. هاي التول بتخليك تقص ماتيريال أو تقص أطراف زي الأوتوكاد يعني. نكمل نرسم دائرة بالنص زي هيك، مش ضروري الأبعد لأنه هو مش محدد له. هذا بنخليه باتجاه العكس through all remove material. خلاص هاي صار عندنا الشكل هيك. هسه كمان extrude placement define السطح هذا عشان نسوي منه نكتب. نروح عند ال A، نبلش من هون، نكتب الرقم الجامعي. تمام، نقدر نصغر الخط إذا بدنا. هاي خليها مثلا 40 50. طيب هي طالعة كثير هيك، خليها 20. خلاص هيك خلص ال homework. file save homework. يعطيكم العافية.